انا كلش كلش فرحان. الله يطول الله يطول عمرك عمرك عند ابو عوض الله يطول عمره. الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن. ارحم مليون الله يحييك يا ابو ايش حالك حلوه الله يطول عمرك كيف الحال الله لي يوفقك ما توقعت اني بشتاق لك حسبي الله اللي تبي ابشر بس تبي الحين اسحب الحفل ابو عبد الله يلا حي الله يطول والله اني مشتاق لك اشهد الله بسم الله اني الله يجعلني فداك اسمع نبي نسوي فلوق المسرح ذا انت بي اختصر حبيبي ابغى عبد الله تبي عشان يفجرها يفضل ايش تبون ايش تبون بس اوه نسيت ذهني ايش تبي نبغاك تنط بس بمقابل الحين 2000 ريال ما بدون 2000 علي نذر لها 2000 ريال يا رجال بعطيك 4 هلالي مرحبا يا ابو عبد مرحبا الله يحييك طول عمرك ايش حالك كيف الحال عساك طيب عساك طيب حسين ارحب الله يحييك ايش حالك عساك طيب الله يعافيك ولد اشتقت لك حسبي الله على عدوك شعور متبادل الله يجعلني في ذاك بس انا صبر الله العظيم شوف انا ادري انها بعد نص ساعه لان متهاوشين ومتناقضين ما ادري بسم الله هو في بشريين ورسميات ايوه والله ان خوتها لطيب تشرب النقود الرفيقين ومسه بالفعل ويعجبه لا ضرب والله ان خوتها لطيب تشرب النقود الرفيقين ومسه بالفعل ويعجبه لا ضرب والله ان خوتها لطيب تشرب النقود الرفيقين ومسه بالفعل ويعجبه الله يعز هذا المطوع بعيد ارحبوا يا السناب من كنت تراسل من كنت تراسل عامل العين نذر خله يعمل ريجي تطلعون على حقيقتكم ارحبوا يا رجال ارحبوا يا رجال ابني امحى وخرت الزق من كنت تاخذ كذا انت ارحبوا بالرجل الله حيه شاك طيب دقيقة اوه معليش اليوم لعبة الأسهم مع أبو علي ومحمد أخوي محمد إيش تقول الأول نام عيني يا أبو ثفي يلا يلا يا ولد أنا ترجع يا ترجع أرحب ولد ده ما يزيد يا ولد انا داري لو نجي حتى في معركة لانت كم معركة شارك فيها؟ في معركتين فزت فيها ولا لا؟ خسرت واحدة خسرت فيها واحدة فزت طب عند الحين بالاسهم ما فزت لا فاز لا انا ولا شوف وين؟ وين؟ دقيقة ها الصفرة يسار الصفرة يسار دقيقة اقصى واحدة وين اقصى واحدة وينها؟ دقيقة ها ما فيها ما فقعت ولا في ولا شيء شوف لا غيروا البلون بالله بالله لا اصلا السهم فيه مشكلة السلام عليكم تحدي على عشاء في البولينج سيف تركي محمد سيف ومحمد وانا متفقين على عشاء على عشاء نعم على عشاء اقل سكور هذي عشاء خلاص خلاص انت الحكم تم تم قلصت المركز طيب المركز الاول محمد ماني فوز والمركز الثاني انا والمركز الثالث انت العشاء عليك دقيقه طيب الاول فايز اقل واحد يعشينا هذا اقل واحد سير ماني 70 هذا 93 وجهه 35 ولمها العشاء عليك خلاص دافي دافي والله انا دافي اخونا والله انا دافي
لها نظرة. السخان قد شغلنا عم دريب. بعد العشاء يا ابو. بعد العشاء والله يحتسم يمشي بس عادي. اعتبر لي ابو ماجد قاعد طال الله خيركم وجاد الله عليكم بالعافيه الله يجود عليكم لبيك بدي بدي طال الله خيركم بالعافيه في غسرت انا سلم اسعد الله انك ما طحت بغيت شغل شغل مال انزلاق طيب اوكي قاعد الله عليكم تعش والله العظيم تعش اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا الله حيه ايش حالك سرك الحوار ترى درب المحبه الله بعطيك الحديثيات درب المحبه عارفه دايري حائل الشرقي بالله شو شو لا لا والله لا ليموس ليم اوف نواف لا تقبلون في البرنامج نقبل بدراعي والله انك بدراعي اي بدراعي دراعي متابعين بينقصون بعلك مو بعلك لا لا اقل شوي طقهم بنعلب جزم يا مرحبا مسهلا مع شخص جميل جدا اصبر هني اعرف يا مرحبا يلا حي ابو علي الله يطول دايم انتاج ومتالق ومبدع ومنشد وما شاء الله تبارك الله يا مرحبا يا مرحبا ارحب يا ابو عوض يا مرحبا مليون الله حي طول عمره الله يسلمك انا تعبت ولا جد طول عمره والله لو ضاع في السمبتيك انا ابو نوم كلنا نبغى ننام خلاص ما حد يلا شحنوا الله حي خلصت اجتماعك ولا باقي لا باقي بنكتب على الحين والله طيب وين وين افراد الاجتماع ها هيا لا الاجتماع هيا هيا الاجتماع اللي كان في جاكو اصبر قاعد نقدر وشو دقيقه والله ما عندي دقيقه ما عندي هلا العب عايش هلا عايش عايش ابو سيف عايش ايام يا مرحبا ومسهلا يلا حي ابو مرحبا ملايين اسفرت يا ربي يحييك من ممشاك لملهوك الله يطول عمرك في محلك عطنا من الايات حق جاكو وان كان ها سمين تبي يسمونها الغراء والمودة بيننا وان كان ها هزيلة تلبط يا ولد انت ايش تبغى والله زادني شرف اني اتصور معك اخفاي شات الحين انا اقدر اسطو عليك بالفلاش انا اسلم اذا سطيت علي انا ما اقدر قلبي ما يتحمل وكامل جسدك وبدنك يا مرحبا وسهلا وصلنا ديرة أخونا الغالي عبد الواحد أنا أعيش فيها أي خواطر المهمة علينا توجهين إلى أبها نريح ونستانس وننبسط مع العيال طبعا شفين أنا ما أعرف أخذتم سنابان الله يعين دقيقة صبر نظر حمد نسى لا لا نظر حمد بالله نظر حمد نظر حمد لا دريت ايش قصده انتوا على الخيم والله لا بودك تشبيان يا اخي ما شاء الله انت ماخذ الخشمين احتياط والله صدقين كذلك انا مو بي شغال شرمي مطولين شوي جبنا وحده انا نبيه صغير كذا قريبا حوالي بدنا تستمتعون معي باذن تذكرت ايام خلوا يمشي لا تبلوا والله تذكرت والله العظيم تذكرت ترى ما عندي انا
يمكن 11 12 بس 13 14 بدي اقولها لا لا انا محط رتم معين امشي عليه لا تخرب ارفع قدرك كل ابو واجتمعوا خيانا كل ابو ما عاد الا فايز وفايز من الرابع ومن ابو هذا الوقتكم الضيق تراكم احنا نحكم معنا والله نعم سبت انا انا والله ودنا انكم تزورونا في محلنا كرام لكن احنا خسرنا الموضوع كامل والله ان ما يجيب العيد الا بعد والله ولا حد يغي ترى بكره فطوركم ترى في الفندق باسمي وباسم بوسمر نفداه وباسم شهران كامل مساكم الله بالخير طالعين الحين الشاليه مع الشباب الحين ارحبوا يا رجال ارحبوا يا ابو حسون ان شاء الله الله يبقيك بوجودك طال عمرك والله مسهلا مرحبا ابو بطي هلا والله اكثر واحد مخرنا اتفق معك اهلين ابو محمد ارعب ارعب شعرك يعني بشوي نفسك تكلم تعال تكلم انت يعني ارحب يا ابو عبد الله مرحبا ومسهلا الله يحييك ابو مسهلا الله يبقي مرحبا ومسهلا والله العظيم منكم نومشتونا الله يطول عمرك بالفعل الطيب الله يجمل حالك يطول عمرك ولا سوينا شيء ويفي ذنبك والله ما سوينا شيء وتستاهلون والله العنا الشيء ذا ما هو مني انا الشيء اللي حاصل ذا الليل انا سمعت اللي حاصل ذا اليوم كله والله ما هو مني شيء اللي حاصل من تركي القريشي وعبد الله سالم وريان ابو حثر والله يجمل حالهم يبيض وجيه بيض الله وجيه هذا على كل حال والله جيتكم والله انا والله يا جيتكم انها كانها مطرب جعلني والله, والله يجمل حالكم انا جاني خبر ان الشايب موجود الشايب موجود ما انت سمع ويتعذر منك العذر والله العظيم انها ماني بعاذره والله اذا هم قدوا الجنوب فلا بعاذره عمي مسوي عمليه في عينه وبيتجه سلام إيه في ذمك ويتعذر منك ولا والله العظيم هو الحاضر يجمل حالك وحالك ويطول عمرك وعمره وابوك ابو لنا كلنا جعلني والله يطول عمرك وعمره على كل حال جعلني والله مرحبا ومسهلا الله عطانا في مجالس هل الطيب السمعة هل صيتها يرفع الرأس والعفة هل وردتنا المشاريب لين ارتوينا عاد الرياق يباس الله أكبر ما هم مالي تسابين فضل من اللي نعمته مالها قياس بهديك من واقع حياتي تجاري بعايشتها من واقع شعور وإحساس اللي يبي من غير ربي المطالب بيركن على نفسه أرحب بعاصم مرحبا أرحب مليون يا ولد الشوق أحس إنه صفر صفر أرحب يا رجال أرحب إيش حالك طيب عيومك طبعا هذا ولد أخوي عبد الله ونعم لا 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 أنا اقسم بالله انك انا نجيسه يا ولد انت تشوف يا ولد حتى هم يعرفون يدرون امك الحمد لله الحمد لله انهم يدرون امك زين ما مسكنا مع خاطر رجال انا بعيد من كنا نبيهم يمشون 1000 كيلو قال والله ما نروح طياره يلا نكتب ثمان ساعات بتاخذ بهم 12 ساعه تقول كنك على ناقل جماعي والله العظيم لكن حظهم الزبده انك منور الله يرحم نفاش صح عند الباب اقسم بالله والله يا رجع عروس خوي الله اكبر عادي الخوه فكر على الله بس مين ركبت مع شيخ المنافقين وجه لوجه يا رجع عروس خوي الله اكبر عادي الخوه فكر على الله بس مين ركبت مع شيخ المنافقين وجه لوجه اللقاء ما جمع الا وفق ولد كان يراكم مع جدي فاتح قزاز المشكله انا ما جات العرض طلعوا على حنا اللي خلي خويه اني والله غلطان وشرت علي اخويك رايح ومهمني والله انت اللي خليتني الاول من لا مثل والله العظيم انك ناقز
لا ناقز ما حشر حياك مفروض انك تستاذن مني تكون استاذن مني مفروض انك تستاذن مني انت معي الحين ما انا مو انا اللي معك انت معي لك الشرف انك تمشي معي لك الشرف انك تخوينا بس ما توقعت انك توصل ذي الموصي تسحب على اخوية شيء وشي انت اللي معي من اللي معك من انت معي ماني في ضفك يا ابو فهد الله يرحم لي والدك والله العظيم شفت اني اسويك مثل الكنبه وبرك الساعات من ورا وجهي اللي خلاك تروح معك خلاك اللي علمك احنا نعمل انت لا تكابر لا انا الا والله قام علمني وش تقول هي وجهه نظر تحترم وانتم كذلك وجهه نظركم تحترم انا ارى اللي ما يشرب قهوه حامضه لا كافي ولا غيرها اهم شيء قهوه حامضه حلو احس انه ما دخل مجال طيب انت قلت وجهه نظر قل انا بالنسبه لي انا لا انت قلت ان اي واحد تقول اي واحد يشرب انا ارى ان اي واحد يشرب اي واحد مره ليش نفسها طيب نفسها الأصل طيب هذا الشاهي ينشرب بارد وش في الشاهي بارد وشاهي طيب عنده كنسل هذا وين وين ها وين مو بشغل ما انت بخوينا لايفات كله ما في مع الشيخ يا شنو ما يشيلينك مو مخلى خويه يستاهل نعم روح يلا شو تسوي هنا اجلس لحالك دور لك خوي يلا روح لحالك يلا يلا وين حشر روح دوره روح نطوع يلا وين واق وين تا انا بحشرك وين شوف لك السواق وين السواق وين هذا لك لا يمين 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 يلا اجلس لحالك بس يلا 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 يا بعوضه مشينا تاخرنا والله بسم الله الرحمن الرحيم في مية كلي مرحبا في زواجي امين بحضورك يا مرحبا انت تصمل بس الله يطول عمرك امرك يطول ازبط المقطع عشان المقطع يلا يلا كذا عرفت كذا عمر الله عليك هذا راعي له هذا راعي له الطيب الله يا مرحبا خلاص ما يحتاج قد حطيت كفلاش قد حطوا فا سير رياض وشرفتنا في الجنوب الله يطول عمرك ان ربعكم من الرياض لا الجنوب طال عمرك الله يطول عمرك يحييك سيف الله يهون عليك سيف اهلين يا مرحبا شكرا رجال حشر الله ما له حيل ولا قوه الا بالله يا متسابق الاعلاميين مشغولين الله يسلمك الاعلاميين المقدمين راح انت سياره لا الجيل ذاك مرحبا مرحبا استاذ احمد الطحاني كيف الحال طيب هذا المصور الجميل اللي ما يصورني زين والله قصدك مرحبا يا رجال مرحبا مرحبا مريم الله يجعلك طيب الحال الله يطول طيبين وبخير خلينا نلحق على العرب مش بيلا ارحب يا ابو عواد كيف الحال يا مرحبا ملايين ارحب يا نايف ثامر ارحب سعود هلو مرحبا بك حياك الله اهلين 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 تعال معنا هات ايدك ايش مال ما ادري شنو انت بدا امتى تروح ها والله اني قاعد تروح يا فايز ارحب اصبر انا بضبطكم شوفوا من قبلت ارحب ترحيب صاحب الروح الجميله والعظيمه والانسان اللي في الفزعه فزع في الطيب الطيب في كل مجال انت تلقونه ما شاء الله تبارك الله الا المجال الشيء جحني مع دراسك شوف اسمع ما نجي الا من بعدك تعرف الله يجعل الطيب والمريه ولا ذي كلها لبى والله لبى والله روحك مرحبا ما عاد باس شكون ما عاد تقدر تتكلم وش تبين اقول بعد اقول بس اذا رحب انت بي راح ارحب وترى المحازم فايز حطوني اسد هذا حكم ولا وش لا فايز علي في جوله ولا وش وضعك ادري يا ولد وش المحازم فايز يا ولد في قلبي على طول
ابشر بسعد على طول صرت محازمك ها تجي من المحزن والله ابشر والله بسعد يعني مع الوقت قفل على موتر قفل على موتري هو الوالي ولا خلني غير اروح له افتح تكفى مرحبا يا امير مرحبا والله مسهلا عليك سلم سلم اهلنا نبدأ وصل الاحباب تعطي على طاري البراق البشاير سلم اهلنا نبدأ وصل الاحباب تعطي على طاري البراق البشاير لو نضخ الحكم وقوانين الاعراب احنا ضحيه باحثين السرايل يكسو علينا الوقت والوقت غلاب اللي نبيه يصير ما هو بصاير وما عندي مشكله اصبح اصحاب اهم شيء يطلع بقى الخسائر اقل الخسائر الله اكبر صح حسانك يا ابو امير الله يطول عمرك هذا راي الحفل طال الجو يا ابو الرجال ضيع شاب تقول له تلبس ثوب ما هو بثوب تعرف انا وكاله بقرطيسه هل تقينا بالحلو هذا مرحبا مرحبا لي لا ترح يلا ما شفت علي وش حالك شكلي وصلت يلا يطول عمرك مرحبا الله يطول عمرك الله يطول عمرك ويحييك طيبين هذا عايض بن سعيد خوي التصفيات الخوي الغالي العزيز اللي ما هو برخيص يا شهد الله الله يطول عمرك على كل حال مرحبا والله ومسهلا مرحبا والله روحك تراك مطول عندنا ما انت راجع البيشة كيف؟ تراك مطول عندنا ما انا مخليك ترجع البيشة مرة شوف في الغصب ولا بالرضا؟ لا هو بالرضا وهو شيء محني اي ما دام نحنك ايش؟ من المزرعة تدين احنك 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 من الوجد اللي هب نسناس وحنك من ذا لا جاب ذاك بس ممتاز خلاص اي نفتك الله يرحمه والديك بجنة والديك بجنة والديك مع السلامة وياك خلاص درب الفرح ضيع مفاتي حل ابواب والقلب عقبك عاشها مهبوحة معوضة حالك والله اني فوق ما انت تهق وين صاحبش وحبيبش اقرب اخوانش كل شيء الا رد الله ضينا داخلين في وش وش شبانش الله اكبر اخن حلوضه تعالوا الحلا الله يجود عليك يا ابو سلامات تاكلوني ايش انت تقول تعال الله يلعن من دلع عليك تعال 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 والله ما حد يعاين فيك تعال اجلس تناكلك زعل لا يا ويل ويل سعد نفوسهم شينه يا ويل يا وجع لحيل مرحبا والله ومسهلا يا حسين اشهد لله انك صاحب الضحكه الكبيره يا لبني انا يا لبيك انا يا لب بروحك علمي بيك نحبك ها علمي بيك نحبك الله يحبك والله نحبك وانا بعد اصلا والله العظيم بي انا اصير اجيب لك كرسي اصير اجيب لك كرسي شكله ما اعرف ابوك زين ها شكله ما اعرف ابوك زين اي ما يعرف ابوي ما يعرف ابوي والله على العين والراس اي انا لبي والله روحك اسمع اسمع برد عليك يا لبي ابوك انت انا ابوي واحد مرحبا بكم جميعا الله يحييكم متواجدين معنا انواع الحلا هنا شوفوا انواع الحلا يا قلبي قلبه عن الكراميل انا اكتفي ها ايش هو انا اكتفي يا زين المنطوق يا عرب زين شفت كيف وعندنا هنا العصيد والمرق والحلا كل ابوه هذا اللي ملايين الله شوفوا كيف بحرج حشر في الكوفي حشر ايش قومك يا اخوي الله يسامح عطنا وجه يا اخي شوفوا كيف بحرج ورحبوا ملايين الله يحييكم أطلنطي مرحبا يا ولد ايش سنع الراقد ذا اللي 24 هذا راقد معنا من اليوم من ولي ولا خلى الحد يقول لي عبا بس ايش عبا يا أكثر إنسان في
في عربنا مشغليننا من طول الليل، نبغى نطلع، نبغى نروح، نبغى نجي، نبغى ايش؟ بس عاد ركبنا الموتر وحركنا. هذا حال انت سمتهم شو خيرهم؟ تكفى يا حشر ايش تسوي بهذا؟ شارت كاتي مركبهم. ها؟ ما هذا ولا هذا ولا ما ياخذوا. هذا ولا خير تكفى يا ابو فهيد. واجه يا رجال. ولي لا منو مشغلنا من طول الليل؟ من طول الليل وهم نبغى نطلع نبغى نرجع. ما شاء الله كل واحد اكبر من الثاني. انزل ذاك تو زاد قايم. يا اخي واصلين من امس. يا رجال مفرح طلعة رسمية جدا. شوف شو اللي اطلبش مياس.